الشر الذي يلحق الإنسان في حياته بسبب ذنبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الذنوب هي سبب قسوة القلب، الذنوب هي سبب ذهاب الخشوع، الذنوب هي سبب جمود العين لا تبكي من خشية الله، الذنوب هي سبب تعسير الأمور في الدنيا، الذنوب هي سبب الأمراض والأوبئة، الذنوب هي سبب ضيق الرزق، الذنوب هي سبب الخوف والقلق، الذنوب هي سبب الأمراض النفسية التي يعاني منها كثير من الناس اليوم. الذنوب هي سبب كل شر، سبب المشاكل، سبب القطيعة التي تحصل بين اثنين بسبب الذنوب. بل ربما تكون المشاكل في البيت، المشاكل الزوجية، الهموم النفسية، كل هذا بسبب الذنب. الله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما. وروي في الحديث: وإن العبد ليمنع الرزق بالذنب يصيبه. فإذا تاب الإنسان توبة نصوحة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة خالصة، وما أجمل أن تتجسد هذه التوبة بهاتين الركعتين اللتين أرشدنا إليهما نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.